هدف قاسم حلا بالجول طاف الجوجي طاف الدماء اللي طوفها يا جوجي بعقل بعقل يا فتحي والله بعقل خلال مرحلة الثمانينيات كان العمل في اتحاد كرة القدم يسير في شكل صحيح لحسن التخطيط آنذاك والذي يبدأ من المراحل السنية لذا كانت القاعدة قوية وتم تحقيق نتائج صبت في مصلحة الكرة الكويتية وكان من عوامل النجاح وفرة اللاعبين الجيدين والتعاقد مع مدربين على مستوى عالمي ولم يقتصر اختيار عناصر المنتخب آنذاك على لاعب الأندية الكبيرة بل شمل كل الأندية والتي بعضها يطلق عليها أندية الدرجة الثانية ومع وفرة اللاعبين آنذاك برز اسم لاعب نادي السلمية فيصل العصفور الذي لم يمنعه قصر قامته أن يكون من أفضل لاعب الوسط ليؤكد جدارته ويحظى بثقة المدربين سواء مع المنتخب أو نادي السلمية وفي قصة هدف يتحدث العصفور اليوم عن أجمل أهدافه الدولية بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة بتكلم عن قصة هدف سجلته على المنتخب اليمني الجنوبي قبل الوحدة موسم 79-80 لعب المنتخب الكويتي مع المنتخب اليمني على ملعب نادي الكويت وفي ذاك الوقت يعني ممكن أكو أهداف أنا بالنسبة لي حاسمة ومهمة يعني يمكن توازي هذا الهدف أو أزيد في وقته يعني لكن على قولتك كل حادث الحديث لكن أنا بتكلم عن الفترة يعني الفترة اللي كانت الرياضة في ذاك الوقت يعني حنا نقول قمة الرياضة الكويت ذاك الوقت أخذت كأس آسيا وبعدها يمكن بسنتين وصلت كأس العالم أعتقد تبوأنا أعلى مرتبة في الرياضة في آسيا في ذاك الوقت ليش تبوأنا في هذا يعني ليش وصلنا إلى هذا المرحلة لأن للأمانة يعني كانت الأندية تعمل وكان الاتحاد واضع برنامج زمني يعني من إلى على شلون يوصل فيه باللاعبين يمكن إلى أعلى يعني درجة اللي هي تقريبا كأس العالم حقيقة 82 فكانت المنافسة حقيقة ما بين جميع الأندية المنافسة داخل الملعب مع بين جميع اللاعبين الاتحاد أعطى فسحة في الجدول المباريات الأسبوعي كان يسوي كل بين أسبوعين ثلاثة يعطي أسبوع ما في مباريات يلعب في المنتخب منو هذا اللاعبين اللي اختارها المنتخب هذا اللاعبين اللي تبرز خلال الأسبوع الاتحاد عمل على أسبوع إجازة أو أسبوع للمباريات التجريبية يختار فيه المدربين ذاك الوقت كارلوس البرتو ومساعدة شيرول هم المدربين كانوا يختارون فيه فريق الأسبوع اللي 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 مثل الأسبوع أو أدى مباراة طيبة خلال أسبوع أو كان نجم في الأسبوع هو للأحقية في المشاركة في هذه المباريات فكانت المنافسة ذاك الوقت يعني بين جميع اللاعبين دوري مولع على قولتهم يعني المنافسة قوية الصعود ونزول الأفضل هو الموجود فكنا ذاك الوقت حقيقة في منافسة حامية في وفرة النجومية وفرة اللاعبين دوري ساخن حقيقة يعني لآخر يمكن العربي خذ الدوري في ذاك الوقت يمكن فرق نقطة واحدة اعتقد عن القادسية واللي بعدها احنا اخذنا فيها الدوري لكن كانت المنافسة دائما ينتهي الموسم بفرق بين الاول والثاني نقطة مباراة فصالة يعني على العموم يعني ذاك الوقت حقيقة احنا شاهدنا منافسة
بين اللاعبين وبين الأندية وداخل الملعب بين اللاعبين. فكنا بذاك الوقت المنتخب شكل في هذا الوقت يعني لوفرة اللاعبين حقيقة المنتخب شكل فريقين للمباراة. بعد ما جانا منتخب اليمني ذاك الوقت منتخب اليمن الجنوبي قوي وله سمعته وله جمهوره حضوره. كان الملعب أنا أعتقد يعني يمكن بتشوفونها بالهدف الملعب مليان على آخره دعم الجالية اليمنية للفريق اليمني بلا حدود. وفي فاول على 14 نور الدين عبد الغني. اللعب عرضية لفيصل عصفور يصلحها لنفسه شو حلوة الله جول يا فيصل حلوة فيصل عصفور يحط الهدف الثالث فيصل عصفور لاعب شويت من مساحة أنا أقول ريلة حلوة على الجول صلح الكرة لنفس المرة هذه بالشمال حطها على يمين حارس المرمى عادل إسماعيل في الدقيقة 31 فيصل عصفور يحط الهدف الثالث حلوة يا فيصل. جمهور يمكن جاي المباراة كانت أعتقد الساعة 7 يمكن الجمهور من الساعة 3 وهو موجود في ملعب نادي الكويت يشجع يآزر صيحات معروف الجمهور اليمني يعني بإيقاعاته الجميلة من الساعة 3 وهو يردح على المدرج. فذاك الوقت عاد المنتخب شكل فريقين اللي هو احنا نقول يمكن ألف وباء سواها يسموهم ألف وباء. الأول اللي هو كان فتحي وجاسم وفيصل وسعد وحمد والمجموعة هذه المجموعة الصف أو الصف الثاني اللي هو اللي احنا لعبنا اللعبة الأولى اللي لعبنا فيها احنا اللعبة الأولى كان الحارس مرمى آدم مريان كان باك يمين حمود فليطح وجمال يعقوب وفواز الفضل وأحمد مشيمي كان في نص الملعب محمد كرم وبدر عبد الجليل وفيصل العصفور كان في خط الهجوم عنبر سعيد وإبراهيم علي لاعب كاظمة ولاعب ذاك الوقت كان يختاره شيرول معانا من المراحل السنية عادل القطان لاعب نادي الغاسية كان هذا اللاعب يلعب في المراحل السنية وشيرول ياخذه في المباريات معانا في المنتخب الأول. هذا دليل يعني دليل على أن الجهاز الفني لا يقتصر يعني عمله على الفريق الأول أو المنتخب الأول أو النادي الأول أو يعني نادي الفلاني الأول. هذا كانوا يفترون حقيقة هو والاستاف اللي معاه يفتر في مباريات المراحل السنية يفتر اليوم يقول لك أنا بيك نادي الفلاني أبي طالع التمرين شلون التمرينكم. كان يحاولون يوحدون المدرسة البرازيلية في جميع الأندية يمكن كانت ذاك الوقت ثلاثة أرباع الأندية مدربينهم برازيليين. فكانوا يعني الناس الجهاز الفني المنتخب كان يحاول يوحد المدرسة البرازيلية على الأندية كلها. فعلشان كذي كانوا يفترون في الأندية من خلال المباريات الودية من خلال التمارين من خلال المراحل السنية. فكان وقعت عينهم يعني حقيقة على اللاعب عادل القطان فاختاروا معانا في ذاك الوقت حق المباراة ولعب معانا مباراة حقيقة كانت مباراة شيقة. يمكن احنا يعني للظروف الجيدة كانت يعني احنا فريق باء لعب الأول وبعد يومين أو ثلاثة أيام فريق أول ألف اللي هو اللي احنا مثل ما قلنا جاسم وفيصل وفتحي هذولا لعبوا اللعبة الثانية. فكانت يمكن يعني حماسية المباراة وأهمية المباراة كانت اللعبة الأولى أفضل من الثانية. فمثل ما قلت يعني كانت مباراة الشوط الأول انتهت 1-0 لنا نفس الشيء. بس أنا أعتقد يعني كان فريق اليميني خطر
وكان يعني دعم جماهيري بلا حدود معاه، وكان يعني حقيقة يهز الملعب هز الجمهور، فكان الحماس طاقي على المباراة. انتهى الشوط الأولي يعني قبل نهاية المباراة، قبل نهاية الشوط بخمس دقائق سجل محمد كرم من ضربة جزاء هدف. جينا الشوط الثاني حقيقة من لعبة يعني من لعبة جميلة، جملة مركبة، احنا نقول جملة مركبة من محمد كرم الى عادل القطان اللي هي اهلي حقيقة من حدود تقريبا 18 شوطة، يعني تسديدة جميلة احنا نقول، وجانبنا التوفيق يعني اول التوفيق من رب العالمين، جانبنا التوفيق فيها وراحت الكرة في الزاوية اليمين على الحارس، فهذا حقيقة هدف من الأهداف الجميلة اللي طبعا يعني احنا نقول ذاك الوقت في بداية المشوار تعطيك دافع وحماس، ويعني طبعا يمكن بعد في ذاك الوقت بداية البروز يعني الهدف له أهمية، وإذا صار ويا المنتخب يعني بعد أهمية زايدة، وإذا صار مع خصم عنيف خصم عنده جماهير زاحفة عليه من وقت متقدم للمباراة، فأنا أعتقد هذا جول جميل، وإن شاء الله اللي يشوف راح يستمتع ويتذكر يعني من الأهداف الجميلة اللي يمكن أنا أعتز فيها حقيقة من خلال مشواري في كرة القدم. محمد كرم لبدر عبد الجليل والعصفور يشوت، حلوة جول، حلوة فيصل عصفور يحط هدف حلو جدا في الدقيقة 22 من بداية الشوط الثاني، صلحها لبدر عبد الجليل، فيصل عصفور يسجل هدف من قنبلة من خارج 18.